جينا الدور هذا هي زي ما انت شايف مهدمات، وحتى اللي ضايله يعني بتمسكنش برضه، وهذا هي يعني وضع مأساوي جدا. دار اختي هي عجل بهنا 6 شقق عندهم، ولا هي الراحة. عندنا كمان شهداء هنا في نهدت عليهم بيت دار عمي فيها 7 شهداء، والحمد لله رب العالمين. والله بس لهذا سارت الهدنة، قلنا بدنا نشوف نفحص الوضع، شوف كيف الدور. هذا جينا يعني أشياء يعني لا تتصور أشياء يعني شفناها قدامنا. الحمد لله الواحد بقول والله اللي صار، احنا كنا في المدارس طلعونا ورحنا، سمعنا ان الدار انغصفت، قلنا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه ثالث مرة تنغصف، واحنا طول كل ما تنقصفها لبنيها ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم اليهود. ايش بدنا نسوي يعني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايش بدي اقول؟ وان شاء الله يعني يعوضوا الواحد يعني بدماره. والواحد والله ما بده دمار ولا بده حاجة، بده واحد بس يعيش بسلام، وهذا اللي بدنا اياه. فجأة كنا نصلي صلاة العشاء، أهلي كلنا مع بعض نصلي جماعة، على الساعة تقريبا 7:30 انقصفت الدار، نزل صاروخ. هي الدار 4 طوابق، نزل الصاروخ وانفجر آخر طابق اللي إحنا كنا فيه. كانوا أهلي كلهم بيصلوا جماعة صلاة العشاء، استشهد 11 واحد، استشهدت أمي وأبوي وأخوي، واستشهد إخوالي كلهم، استشهد تقريبا 11 حدا. فأنا وأختي اتصابنا، أنا صار عندي مشكلة برجلي، وكانوا يعني كنا إحنا بشهداء الأقصى، ولو ضليت بالمستشفى كان بطلوا رجلي، لقوا عندي العصب شغال، فحولونا هنا على الشمال على مستشفى العودة، وتقريبا صرت عامل 5 عمليات.